إنتاج الفرح صناعة صعبة، لكن إنتاج الكره شيء سهل. فأنت بتشوف واحد على السوشيال ميديا، أنا دائما بقول من يجلس خلف شاشة كمبيوتر الفيسبوك ما بينتج بطولة. من يشتم هو الجبان، من يشتم هو الجبان طبعا. لأنه الشاشة خلف الشاشة لا تنتج رجولة، بس خلف القلم احنا دفعنا أثمان، دفعنا سجون، دفعنا محاكم، دفعنا اعتقالات، دفعنا قلق، دفعنا تعب، دفعنا تهميش.